أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها بالعناوين. موقع الوحدة وينت: الاحتجاجات مستمرة في أهم مؤسستين في العاصمة صنعاء. موقع أخباري يتحدث عن خاتمة المعارك والتي ستكون آخر الحروب ضد الميليشيا في اليمن. موقع المصدر أونلاين: اختطاف طفلين من أمام منزلهم وسط مدينة ذمار. أهلا بكم. تشهد العاصمة صنعاء إضرابا شاملا في أعرق مؤسستين خدميتين، احتجاجا على عدم صرف الرواتب لما يقارب نصف العام. ووفقا لموقع الوحدة وينت، ففي جامعة صنعاء يتواصل الإضراب منذ مطلع يناير الماضي استجابة لدعوة نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، متزامنا هذا الإضراب مع حملات تشويه وانتهاكات متواصلة. وفي ربط بين المؤسستين، يقول الموقع: استعانت إدارة جامعة صنعاء بأشخاص من خارج الوسط الأكاديمي للتدريس وعمل الامتحانات بدلا عن الأكاديميين المضربين، كما استخدمت إدارة مستشفى الثورة عناصر من خارج الهيئة الطبية للمستشفى للعمل عوضا عن الأطباء والممرضين هناك. وأضاف الموقع أن طريقة التعامل مع الإضراب لم تكن مسؤولة ولم تحاول البحث عن الحلول، وإنما تم استحداث الورقة الأمنية وشعارات التخوين والتحريض والهالة الإعلامية ضد منظمي الاحتجاجات. إلى موقع الصهاريج نيوز، والذي عنون في صفحته الرئيسية: أنظار اليمنيين تتجه إلى نتائج اجتماع اللجنة الرباعية الدولية ببرلين. وقالت التفاصيل إن أنظار اليمنيين تتجه إلى نتائج اجتماع اللجنة الرباعية الدولية التي تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات بالإضافة إلى سلطنة عمان في برلين لوضع حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عامين. وكان مصدر مقرب من المبعوث الأممي إسماعيل ود الشيخ أوضح أن أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات إضافة إلى وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي يدرسون إمكانية إقرار خارطة الطريق الأممية بشكل نهائي قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن اليمن أواخر الشهر الجاري. متاهة ولد الشيخ. تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في جزء من المقال: تفيد أخبار ومعلومات عن مبادرة جديدة يقدمها المبعوث الأممي لحل المسألة اليمنية. المبادرة هي تعديل جديد على مبادرة هي تعديل لعشرات المبادرات المعدلة. لنتذكر أن الحوثيين قدموا من صعدة، وهي منطقة جبلية معزولة عن العالم. ما من هزيمة ستدفعهم إلى التفاوض على تسليم السلاح ما دامت صعدة مستقلة. عشرات المبادرات ذهبت أدراج الرياح. لم يعثر اليمنيون في حديثهم إلى الحوثي على لغة، حتى أن أحد لم يفهم ما يريد. فشل الحوارات كلها مع الحوثي يعود إلى أن كل العروض السخية التي كانت تقدم له لم تلامس عروقه الجائعة. بعد شهرين من حوار الكويت، سألت عضوا في وفد الحكومة عن التقدم الذي أحرز، فقال: عدنا مثل كل يوم إلى نقطة الصفر. مثل داعش يعرض الحوثي خياره في لعبة صفرية، أحدنا عليه أن يخسر كل شيء. إذا استطاعت قوة ما أن تدفع الحوثي في نهاية المطاف إلى صعدة، فلن تكون تلك هزيمة جليلة بالنسبة للحوثي. فهو لم يدفع الشيء الكثير لكي يحصل على دولة مترامية الأطراف في 3 أشهر من يوليو حتى مارس. سيقاتل بالأحلاف التي شكلها، وإذا استطاع تشكيل دولة معزولة في الجبال أكبر حجم من صعدة، فتلك غاية تستاهل خوض مزيد من الحرب. ستكون معضلته الوحيدة في دولة الجبل هي صغر الدولة بالنظر إلى عدد الحلفاء، وفي المقدمة نظام صالح. تزداد التساؤلات في الساحة اليمنية حول الكيفية التي سوف تتحرر بها العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة ميليشيات الانقلاب التابعة للحوثي وصالح. ويقول الخبراء في تصريحات نشرها موقع التغيير نت إن معركة صنعاء سوف تكون خاتمة المعارك من أجل تحرير اليمن من الميليشيات التي تدعمها إيران في أكثر من بلد عربي، وبينها اليمن التي تبرز في واجهة الأحداث كإحدى البؤر الرئيسية في المنطقة. وبحسب مصادر في المقاومة الشعبية والجيش الوطني اليمني، فإن قوات الجيش تواصل زحفها المستمر نحو صنعاء،
وأنها باتت على بعد نحو 3 كيلومترات من منطقة أرحب. وفقا لجغرافية المنطقة فإن أي تقدم نحو صنعاء يعني الوصول إلى مشارفها التي لم تعد بعيدة. موقع المصدر أونلاين عنونا في صفحته الرئيسية: ظاهرة اختطاف الأطفال تزداد في ذمار. مصادر: اختطاف طفلين من أمام منزلهم في وسط المدينة. وقالت مصادر حقوقية في مدينة ذمار إن جرائم اختطاف الأطفال تزايدت في الآونة الأخيرة جراء تردي الأوضاع الأمني أو تردي الوضع الأمني بسبب سيطرة مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح على المدينة. وذكرت المصادر للمصدر أونلاين أن طفلين تعرضا للاختطاف من أحد الشوارع القريبة من منزلهم ولا أنباء عن مصيرهم حتى اللحظة. وبحسب المصادر فإن والدهما يمتلك مطعما صغيرا في شارع رداع وسط المدينة. إلى ذلك قالت المصادر ذاتها إن إحدى عيادات مدينة ذمار استقبلت طفلا في 11 من عمره وعليه آثار كدمات وجروح في الوجه والجسم ناجمة عن محاولة اختطافه من قبل أحد سائقي الدراجات النارية. عدن أيقونة التعايش على مر العصور. تحت هذا العنوان كتب أحمد جعفان الصبيحي مقاله المنشور في المصدر أونلاين. طوال تأريخها الضارب الجذور في أعماق التاريخ الراسخ القدم في بنيان الحضارة، كانت وما زالت عدن صورة مصغرة لفضاء مدينة كونية حاضنة لكل الأطياف والألوان والأعراق والثقافات الإنسانية على امتداد كل الحقب والعصور، التي جعلت من عدن أيقونة حية في وجدان كل من زارها أو سكنها أو كتب عنها وبحث في تاريخها العريق كرمز حضاري وإنساني واسع باتساع الأفق اللانهائي لمحيطات وبحار المعمورة التي تتقطع سبلها وتتهادى أمواجها الزرقاء إلى رمال شطآنها الساحرة ومرافئها الطبيعية العامرة وصخورها البركانية المنتصبة بشموخ وتحد منذ الأزل. إن حياة مدينة عدن وازدهارها يرتبط بالروح التي تسكن جسد هذه المدينة، وهي روح مفعمة بالانتماء للكون الواسع والمتسع لكل من قدم إليها واتخذ منها وطنا ومستقرا، وقد سكنها البحارة والتجار والصيادون والمهاجرون من كل أطراف الدنيا وأقاصي المعمورة وحطوا رحالهم فيها لأنها رحبت بهم ومنحتهم الاستقرار والسكن وطيب الحياة والمقام. عدن تزدهر بالتنوع لأنها أفق مفتوح لا يقبل الانغلاق والانكفاء، وتضمر بالعنصرية التي تضرب أهم سمة لوجودها كمدينة للتعايش والتسامح واسعة الأفق. إنها عدن التي اعتادت كما اعتاد سكانها على مر العصور من تجدد الحياة في أوصالها حين تعود إليها روحها الحقيقية المفعمة بالتسامح والتعايش، وهي الآن عاصمة اليمن المؤقتة التي انطلق منها مشروع المقاومة والتحرير لكل التراب الوطني، ولن تكون قرية لفئات عنصرية ترى فيها مجرد مساحة لبناء الأكواخ وإدارة المشاريع الأنانية الصغيرة على حساب مجتمع رافض لهذه الثقافة البائسة. من موقع الصحوة نت أورد العديد من العناوين في صفحته الرئيسية، منها استشهاد وإصابة 5 مدنيين جراء تجدد قص الميليشيا على الأحياء السكنية في تعز، وعنوان: برنامج الأغذية العالمي يقول إنه في سباق مع الزمن لمنع مجاعة في اليمن. ومن محافظة حجة مقتل 20 عنصرا من الانقلابيين بغارة استهدفت تجمعا لهم في مزارع الجر بحرب. وحقوقيا، تقرير حكومي يكشف عن مقتل وإصابة 38,000 مدني على يد الميليشيات الانقلابية. وقال شهود عيان للاشتراك نت إن الطفل إبراهيم محمد سعيد عجيم توفي على الفور جراء دهسه بدورية تابعة للميليشيا على الطريق العام في منطقة البرح. وبحسب ما ذكر شهود العيان فإن الدورية لاذت بالفرار بعد دهس الطفل. شهود العيان ذكروا أن الطفل ذو 10 أعوام من نازحي مديرية الوازعية، والذي غادر مع أسرته هربا من الحرب التي تشنها الميليشيا على منطقتهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. طلاب اليمن المبتعثون بلا مال، تقول صحيفة العرب الجديد إن الطلاب اليمنيين في الخارج يعانون من ظروف معيشية صعبة في ظل عجز وزارة المالية عن إرسال مخصصاتهم المالية، ما أدى إلى زيادة الاحتجاجات أمام السفارات في مختلف دول العالم. تأخذ الصحيفة شهادات من طلاب مبتعثين في الخارج، منهم علي الفقيه الطالب في العاصمة الروسية موسكو، والذي قال إن كثيرا من الطلاب يعيشون أوضاعا مأساوية بسبب تأخر مستحقاتهم، ما اضطر بعضهم إلى العمل في المطاعم وبيع الخضار والفاكهة على أرصفة الشوارع. أما طالب الدكتوراه في ماليزيا فاروق ثابت سعيد فيقول صرت أعمل في مقابل أجر زهيد وبدوام كامل الأمر الذي يؤثر بقوة على تحضير دراستي أو رسالتي رغم قرب مناقشتها، ما يهدد مستقبلي، مشيرا إلى أنه يعيش في ماليزيا هو وأفراد أسرته ولديه طفلان يدرسان، إلا أن راتبه زهيد ولا يكفيه لتوفير بدل إيجار المنزل والكهرباء وغيرها من المصاريف. طلاب اليمن نظموا عددا من الفعاليات الاحتجاجية خلال الأيام الماضية أمام السفارات اليمنية في كل من ألمانيا وروسيا وباكستان ومصر والأردن والمغرب. وردا على التحرك، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا أوضحت فيه دوافعها التي جعلتها تتخذ هذه القرارات التي أثرت على حياة الطلاب اليمنيين في الخارج، وأرجعت سبب توقيف صرف مستحقات الطلاب للربع الثالث في العام 2016 مؤقتا إلى عدم وصول بياناتهم إليها. صحيفة الاتحاد الإماراتية نقلت عن الرئيس هادي تأكيده الحرص على إحلال السلام العادل المرتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة بالرغم من الآلام والجراح، مضيفا خلال لقائه الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميلد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ميشيل دي أورسو: لا يوجد خيار آمن وعادل غير ذلك لليمن والعالم، لا لاستقرار المنطقة وانسياب الملاحة الدولية من دون تهديد، وتعلمون جيدا حوادث استهداف الفرقاطات والسفن الأمريكية والإماراتية والسعودية من قبل الانقلابيين ومن يدعمهم ويزودهم بالأسلحة. أما صحيفة الخليج الإماراتية فقالت إن الحكومة اليمنية أكدت مقتل وإصابة 38 ألف مدني في عامين من الانقلاب، ودعت الحكومة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة ميليشيا الحوثي وصالح وتحميل قياداتها انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وزارة حقوق الإنسان اليمنية وثقت إجمالي حالات القتل والإصابة جراء الحرب في اليمن إلى أكثر من 38 ألف مدني، منهم 10811 حالة قتل خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يناير 2017. لا بحر ولا طعام من غير حرب، تحت هذا العنوان كتب محمد حسن الحربي مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال في جزء من المقال: لماذا يبتعد الحوثي عن السلم؟ الجواب: لأنهم يجدون في الأمر صعوبة تقترب من المستحيل، فالتخلي عن السلاح يحتاج إلى كفاءة ثقافية وسياسية تؤهلهم للانخراط في العملية السياسية السلمية، إلا أن هذه الكفاءة معدومة لديهم إلى درجة الصفر بسبب تدني المستوى التعليمي والثقافي أو المعرفي، بحيث لا تجد فيهم من يشجع على أي مفاوضات قد تطرح مستقبلا، ولهم تاريخ في هذا السياق. فالمناطق التي تحدر منها الحوثيون تتفشى فيها الأمية ويضعف فيها التعليم المدني النظامي. التعليم الديني الطائفي هو الوحيد المتوافر ويقتصر على أنفار معدودين، أما سواد الحوثيين فما هو لديهم لا يؤهلهم بحال لنسبة وعي كافية لتدبر أمورهم الحياتية البسيطة. هذا ليس تجنيا أو افتراء على الإطلاق، إنما واقع حال في منطقة صعدة وما حولها من أرياف. إن أي مقترح بالتعامل السياسي مع هذه الجماعة لن يلقى نجاحا، والأمثلة على ذلك كثيرة. هم لا يعرفون سوى استخدام السلاح للقتل كخيار وحيد لاستمرار معيشتهم، فالحرب مصدر رزقهم ومكاسبها كثيرة لقادتهم المرشدين. إن التصور غير المجدي أن يستغني الجاهل عن السلاح، تلك عملية تعني بالنسبة له البطالة والفقر. أكثر الأخبار قراءة في صحيفة القدس العربي: عامل مصري يزرع قنبلة بمكتب تأمينات طمعا في مكافأة.
وقالت التفاصيل: كاد عامل مصري أن يودي بحياته وعشرات المدنيين عندما قام بزراعة عبوة ناسفة بمكتب التأمينات والمعاشات بميدان ابن سدر بالقاهرة طمعا في مكافأة مالية. وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن العامل المتهم أبلغ الأجهزة الأمنية من قبل عن وجود عبوة ناسفة، وأبطلت الشرطة مفعولها وكافأته بمبلغ مالي على ذلك، فأراد أن يكرر الفعل إلا أن هذه المرة انفجرت العبوة. كما كشفت عن العثور على أسلاك كهربائية وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة داخل منزل المتهم الذي صدر أمرا بحبسه مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. صحيفة البيان الإماراتية وفي أخبارها الأكثر قراءة عنونت بأن الأشباح تطرد رئيس البرازيل وزوجته من قصر الرئاسة، وقالت في التفاصيل: أصبح قصر الفوريدا الحداثي والذي يضم بركة سباحة وملعب كرة قدم وكنيسة ومركزا طبيا وحديقة خاوية، ولم يعد المقر الرسمي لإقامة الرئيس البرازيلي ميشيل تامر وزوجته بسبب الاعتقاد أن الأشباح تسكنه. الرئيس البرازيلي قال: إن المبنى مثير للرعب، فقد شعرت بشيء غريب هناك ولم أكن قادرا على النوم بشكل صحيح في الليلة الأولى، الطاقة لم تكن حميدة. وأوضح أيضا أن زوجته مارسيلا شعرت بالشيء نفسه، وأن ابنها ذا 7 أعوام الذي كان يركض في الأرجاء هو الوحيد الذي أحب المنزل. لنبدأ بالتساؤل: هل يمكن أن تكون هناك أشباح؟ ووفقا لتقرير نشرته صحيفة غولوبو، انتقال الرئيس البرازيلي وزوجته مع ابنهما إلى قصر جابارو الأصغر حجما على بعد ميل، وهو المقر التقليدي لنائب الرئيس والذي لا يقل ترفا، بعد محاولات من مارسيلا التي استخدمت كاهنا لطرد الأرواح الشريرة لكن دون جدوى. في كل أنحاء الغرب اليوم يمين شعبوي صاعد يلقي اللوم على النخب القائمة بسبب سماحها بقدوم الكثير من المهاجرين، ويزعم الشعبويون بأن المهاجرين يخفضون الأجور ويميعون الثقافة ويشكلون خطرا على الأمن القومي. ناثان سميث يقف ضد إغلاق الحدود أمام المهاجرين في كل أنحاء العالم، ويقول إن العالم سيجني الكثير من فتح حدوده أمام البشر، وذلك في مقاله المنشور في صحيفة الغد بالاتفاق مع فورين أفروز: عالم بلا حدود أكثر غنى وعدلا وحرية. ربما يبدو موقف الحدود المفتوحة جديدا ومتطرفا، لكنه ببساطة دعوة إلى عودة الحريات المفقودة. وعندما أقيم تمثال الحرية في العام 1886 كان بالوسع عبور معظم حدود العالم بحرية من دون جوازات سفر، وقد وجدت متطلبات جواز السفر في بعض الأحيان في السابق، وكانت ما تزال تستخدم في روسيا القيصرية المتخلفة، لكن الحكومات الأكثر ليبرالية في الدول الغربية المتقدمة قننت الهجرة، بينما تقوم الديمقراطيات الحديثة بتقنين التعبير فقط بشكل مخفف وفي حالات استثنائية إذا فعلت ذلك من الأساس. وفي حقيقة الأمر كانت القيود الشاملة على الحركة العالمية التي يعتبرها كل شخص اليوم تقريبا حاضرا طبيعيا ومهمة حكومية ضرورية كانت ابتكارا للقرن العشرين، والذي ظهر بينما تخلي الليبرالية مكانها للقومية والاشتراكية في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ومع أن أسباب السيطرة على الحدود كانت غالبا عنصرية بشكل صريح، مثل حصص الأصول القومية في قانون هجرة الولايات المتحدة في العام 1924، فقد جاءت القيود أيضا بدفع مخاوف حسنة النية على الأمن القومي، وكذلك الرغبة في حماية الأجور المحلية ودول الرفاه من منافسة المهاجرين وعائلاتهم التي تعتمد عليهم في الخارج. سوف يفضي واقع الحدود المفتوحة اليوم أكثر مما كان في القرن 19 إلى هجرة ملحمية للناس. وقدر معهد غالوب أن 640 مليون شخص في أنحاء العالم كافة يريدون أن يهاجروا من بلد إقامتهم الحالي، ومع ذلك فإن العدد الحقيقي يمكن أن يكون أكثر بكثير،
وسوف يؤدي التموضع الأكثر كفاءة للعمل إلى زيادة عالمية في الإنتاجية، مما يفضي إلى تضاعف حجم الاقتصاد العالمي تقريبا. في جولتنا المصورة نجول في القارة السمراء من خلال أفضل الصور الملتقطة حديثا والتي وردت في البي بي سي، نتابع. بهذه الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كشك الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.